السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيما موالفين معكم اسلام، واللي في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم اخبار عاجله بزاف على محترفين المغاربه، اخبار غادي تكون عندنا متنوعه حصريه على المنتخب وجديد الانتقالات ومفاجات غير متوقعه بتاتا البتة. المهم ما غاديش نحرق عليكم التشويق، ولكن كنوعدكم بان هذا الفيديو غادي يكون طوب تحت شعار المختصر المفيد. لذلك هيا بنا ننطلق نطير نحلق ونغوص مباشره في العمر. ونبداو الاخبار ديالنا مع الدولي المغربي المحارب أمرابط سفيان، اللي رسميا ما غاديش يسافر مع المنتخب الوطني المغربي الى جوهانسبرغ، بمعنى ما غاديش يلعب الماتش الجاي ديال نهار السبت اللي غادي يكون ضد جنوب افريقيا. والسبب وهو المدرب الكراكي وليد قرر اراحه اللاعب، وهذا فقط راه غير سبب من الاسباب، وشخصيا ما كنرشحوش يكون هو السبب الرئيسي باش الكراكي يسمح لأمرابط بالمغادره، لانه ببساطه لو كان الغرض ديالو فقط هو اراحه اللاعب يمكن يسافر معهم حتى لجنوب افريقيا وما يلعبش الماتش عادي جدا. زائد حنا اصلا في نهايه الموسم، بمعنى ما كاين حتى شي مباريات في الاسبوع المقبل. ولكن بكل امانه أمرابط هذا العام لعب ماتشات بزاف على المستوى العالي، خصوصا وانه ركيزه اساسيه في الفريق ديالو او معنا مع المنتخب، زائد مجهود اللي كيدير وما كيديروش شي لاعب عادي. المهم باش ما نطولش عليكم، السبب الرئيسي اللي خلى ركراكع في سفيان من هذه المباراه ديال جنوب افريقيا وغادر المعسكر، وهو بغى يخليه او يعطيه فرصه ويركز ويكمل المحادثات ديالو مع نادي فيورنتينا، طبعا بخصوص ملف الميركاتو، واللي كيدل على ذلك وهو أمرابط سافر مباشره الى ايطاليا. يمكن والله اعلم بان أمرابط فاش كان في المعسكر طرا شي مستجد او تطور جديد في البلان ديال الانتقال ديالو، لذلك طلب من ركراكي باش يسمح ليه بالمغادره، وهذا فقط غير احتمال ماشي معلومه او خبر او مصدر. المهم اللي مؤكد وهو ان أمرابط سافر باش يوقف على الملف ديال الانتقال ديالو، وحد الان النوادي اللي مهتمه به كنا ذكرناها سابقا بالتفصيل، واللي هما بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وبرشلونه، واللي بين قوسين كاين جديد بخصوص هذا النادي اللي غادي يرجعوا ليه من بعد، اضافه الى اتلتيكو مدريد اللي حتى هما مهتمين باللاعب، وحتى نادي توتنهام هو الاخر دخل على الخط. فحسب الاخبار اللي خرجت اليوم من موقع سبور ويتنس، واللي بارطاجوا الخبر من صحيفه موندو ديبورتيفو، واللي كانوا هما مصدر الخبر طبعا. المهم في البدايه باش نحطكم في الصوره، نادي توتنهام في الاول كانوا حاطين عينيهم على لاعب ليستر سيتي اللي هو جيمس ماديسون، ولكن حسب المعطيات الحاليه فنادي نيوكاسل هو اللي مسيطر لك على الوضع، وقريب اكثر من فريق توتنهام للتعاقد مع اللاعب ماديسون، خصوصا ان نادي نيوكاسل غادي يشاركوا في دوري ابطال اوروبا على عكس نادي توتنهام، وهذا الشيء اللي خلى هذا الاخير اللي هو توتنهام طبعا يقلب السيد سعود ويوجه البوصله ديالو للدولي المغربي سفيان. بل كاين اخبار كتقول بان توتنهام قاموا بالاتصال مع ممثلي أمرابط، وهذا الشيء اللي غادي يخلينا نرجعوا ديك الكلام اللي قلناه قبيله بان سفيان والله اعلم قطع المعسكر ديالو حقاش بان شي مستجد جديد عاجل بخصوص انتقاله. ايضا اخر حاجه هو قالوا بان لاعب سيلتيك لي وهاتاتيريو الاسم ديالو كذلك مرتبط بالانتقال لنادي توتنهام. اما بخصوص برشلونه فاليوم طلعت اخبار تحديده من صحيفه الاس والعديد من المنابر اللي قالت بان المدرب تشافي هرنانديز غادي يتواصل بالمغربي سفيان من اجل مناقشه تفاصيل العرض الذي قدمه النادي الكاتالوني. وحاليا الاخبار اللي كتروج كتقول بان اتلتيكو مدريد وبرشلونه في المقدمه، ونادي فيورنتينا كيطلب 40 مليون يورو، وايضا ناديين اللي هما الاتلتيكو والبارسا طبعا سيسعيان لتخفيض هذا الرقم في الايام القادمه. وهنا اوتوماتيكيا كيزيد يتاكد لنا بان أمرابط شاف الاحداث كتسارع بخصوص الانتقال ديالو، لذلك طلب مغادره معسكر المنتخب الوطني المغربي، واصلا حتى لو بقى كان ذهنيا غادي يكون مشوش وما غايكونش مركز بزاف، لذلك قرر المغادره كان حكيم باش يركز مزيان في الوجهه القادمه وياخذ القرار الصائب. ايضا كاين واحد الخبر على الدولي المغربي حكيم الاشرف، واللي من المتوقع باش يبدل وكيل الاعمال ديالو اللي هو اليخاندرو كامانو، وغادي ينضم لشركه جديده اللي غادي تكلف باداره اعمال اللاعبين. والمفاجاه وهو هذه الشركه اللي غادي يسيرها هما افراد من محيط اللاعب كيليان بابي، وهذه الشركه ان شاء الله غادي تبدا رسميا في غضون 3 اسابيع، وغادي ينضموا لها بعض اللاعبين على راسهم الفرنسي كيليان بابي، وكذلك الاخ ديالو مبابي ايطان ورايان شرقي، اضافه الى الدولي المغربي اشرف حكيمي اللي احتوى من المنتظر باش ينضم لهم هو الاخر في حاله ما لم يتغير الوضع. وبالمناسبه مبابي كيليان كان هذه يومين تقريبا علم اداره نادي باريس سان جيرمان بانه ما غاديش يفعل تمديد العقد ديالو حتى 2025، يعني غادي يبقى معهم حتى يسالي العقد ديالو في يونيو 2024، وبذلك غادي يغادر النادي بالمجان. ولكن في المقابل الموقف ديال النادي الباريزي وهو ما غاديش يسمحوا ليه بالمغادره بالمجان، بمعنى لا موقعش على صفقه جديده غادي يتم البيع ديالو. وكذلك عندنا خبر مهم جدا، وحسب الصحفي فابريزي رومانو قال بان نادي توتنهام اتفق مع الحارس الاسباني دافيد رايا حول الشروط الشخصيه، والان باقيه فقط محادثات بين ادارتي نادي توتنهام وبرنتفورد حول مبلغ الصفقه، لان نادي برنتفورد طالب فيه 40 مليون يورو، وتوتنهام دابا كما كنقولوا بالعاميه كتشطر باش تنزل المبلغ شويه. وعلاش كنقول لكم هذا الخبر بالضبط؟ لانه ببساطه عارفين بان نادي توتنهام كان مهتم
الاهتمام بالحارس المغربي بونو ياسين. وفي حالة ما تمت هذه الصفقة فرسميا كيعني بأن احتمال انتقال ياسين إلى توتنهام قد انتهى. ونختموا الآن مع الخبر ديال الدباب البلجيكي روميلو لوكاكو. للبارحة كنا هضرنا على اهتمام نادي الهلال وبأن مقدموا له عرض و إلى آخره. اليوم صحيفة لا كازيتا ديلو سبورت قالت بأن الدباب رفض العرض الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، والأولوية ديال اللاعب هي الاستمرار في نادي الإنتر. وقالوا أيضا أن العرض اللي تلقاه لوكاكو من الهلال هو عقد لمدة موسمين مع راتب 25 مليون يورو للموسم الواحد طبعا. واللي كيزيد يأكد أكثر بأن لوكاكو رفض العرض ديال الهلال وهو الصحفي فابريزي رومانو. اليوم قال بأن إدارتي الإنتر وتشيلسي داروا اجتماع، ونادي الإنتر طلب لوكاكو وحتى خالد كوليبالي على سبيل الإعارة. وبين قوسين كما عارفين بأن الدبابة أصلا راه لاعب ديال نادي تشيلسي، فقط هو كان غير معار لنادي الإنتر، لهذا الأخير عاوتاني باغي ياخذوا إعارة لموسم آخر. وحتى لهنا كنكون وصلنا لختام، وخير كلامي ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.